ايه اهلا بكم طبعا، ونتفرج كده على انجليزي خالتكم ابراهيم قبل ما بتروح المستشفى لما يكون عندها الطلق ونفسها تولد. I want to say a very small word to the Minister of Education. Hi sir, I want to say for you just since the students of senior 3. The students of senior 3 are very poor because they have a lot of things to do. يعني they must study a lot of subjects and all the subjects are heavy. All the subjects are heavy. The Arabic and the English and the chemistry and the physics and the biology and the geology and the Italy. Why? And the religion. Why you do this? Why? Why you do this? We are very poor students. We are very poor. We suffer from many things. We suffer from نفسيا. We are breaking down. Yes. ربع في رغيف يا محمد من نبى الله يكرمك. وتوسع، زود الدقة. زود الدقة حمادة. شطة ودقة وصلصة وحمص لوحده. زود يا محمد الكبدة الله يكرمك. اتوسع 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 حمادة. You fuck us in our minds because of this fucking subjects. Yeah. We suffer from witless. Yeah, I am witless. Look at this face. Look, this face was like a moon, was like a flower. Now, when I enter senior 3, the flower is closed at all. Look, there is black spots in my skin, in my face. Is this a face? والله فرحان يا ولاد، فرحان يا ولا، واد يا متولي والله فرحان. مش مصدق يا ولا ان في ناس يا واد بتنطق انجليزي بالشكل ده يا ولا. تعالين تحت السلم. قوم يا واد يا متولي، قوم يا ولا، كبرت يا واد يا هو. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا ولا وبقيت تعرش على زريبه. قوم يا بنت يا سعديه، اتعلمي كلمتين من القبله. قوم يا ولا، قوم يا اولاد، خدوا بعضكم يا اولاد، اسمعوا الاستاذه بتقول ايه. اسمعوا يا ولاد، هم دول اللي هيبنوا البلد يا ولا. اسمع يا ولا، يلا يا بنت يا سعديه، قومي هاتي الكتاكيت. قومي يا بنت هاتي الكتاكيت من على السطح يا بيه. قومي يا واد خش الزريبه. مش اتعلمت يا واد انجليزي يا ولا؟ قومي يا واد خش الزريبه يا ولا. يلا يا بنت يا سعديه، خدي الواد متولي يا بنت وخش الزريبه. يلا يا واد خش، ياد هات البقره من جوه يا ولا. التعليم ده يا ولاد مش ممكن والله، معقوله يا ولاد في القرن 21 الاستاذه بتنطق الكلام دوت؟ معقوله يا ولاد؟ والله ما مصدق يا ولا، معقوله؟ ايه ده؟ هم دول يا ولاد اللي هيطلعوا الفضاء؟ هم دول يا ولاد اللي هيطلعوا الفضاء؟ حاجه تفرح يا ولاد، حاجه تفرح. طيب استاذنكم بقى عشان اعود اروح ازغط كتاكيت، ازغط كتاكيت يا اولاد. يا ربي الكتكوت بتاعي يكبر يبقى فرخه، فرخه يا بيه يا سعديه. يا رب يا سعديه شوفي كده زي الاستاذه، تكتبي انجليزي يا بنت وتنطقي انجليزي يا بنت زي الاستاذه. فرحتونا يا اولاد، والله خلتي يومي جميل، حاجة جميلة، حاجة جميلة يا ولاد.